السائلة قالت إذا شفي زوجي من مرضه أذبح وأعشي في بيتي، وتقول بأن البيت صغير، فهل تذبح الذبيحة وتوزعها على الجيران في منازلهم؟ أعيد السؤال. تقول قالت إذا شفي زوجي أذبح وأعشي في بيتي، وتقول بأن البيت صغير، هل تذبح وتوزع على الجيران في منازلهم؟ إذا تعذر تأخذ بيت آخر، ما هو بلازم بيتها، بيت آخر تستأجره ولا تستعيره وتعمل الوليمة في الذبيحة وتجمع الذين قالت إنها ستعشيهم. نعم.